بقى بعد اذنك يا دكتور لازم نعمل وقفه ولو لثواني، لان احنا اكيد انت عدى عليك النموذج ده من حتى المترددين عليك او يعني بيتعاملوا معاك في مساله التخسيس. انت عندك فئه من المواطنين الاكل بالنسبه لهم عباره عن طواجن ومحاشي طبعا. وصينيه مفتقه بالمش عارف ايه وبرام مش عارف ايه باللحمه المفروم. صح، الناس دي بتتعامل مع الاكل من منطلق ان هو من مباهج الحياه، متعه متعه بتجد الدنيا سعاده، غير مش بالظبط. مساله بتسد جوع، لا لا بتجد سعاده. طب الفئه دي من الناس واللي غالبيتهم طبعا بيعانوا من السمنه، صح، يتعاملوا ازاي مع المنطق ده ورؤيتهم لمساله الاكل؟ لازم ان هم يعرفوا ان احنا اولا احنا بناكل عشان نعيش، احنا مش عايشين عشان ناكل. يعني لازم يفهموا اصلا ما الاكل اللي بياكلوه ده هو بيعمل ايه في جسمنا، ولازم يعرفوا اضرار الحاجات اللي هم بياكلوها دي، مش عشان شكل. لان خلي بالك يا استاذ كريم، في ناس كتير قوي الحرق عندها عالي جدا، يعني في ناس ممكن تكون على فترات ومدى بعيد بتاكل وجبات سريعه وبتاكل وجبات تقيله والاكلات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، وتلاقي ان هي جسمها ما بيتاثرش كشكل عشان الحرق عالي بالظبط، بس بيبتدي يظهر عليهم امراض كتير. فانا لازم اوعي الناس اصلا هي الحاجات دي هتعمل لي ايه مشاكل صحيه. ان انا الاقي نفسي مناعتي عماله تضعف، ان انا الاقي نفسي عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، ان انا الاقي نفسي جسمي حصل له ايرور مره واحده كده اللي هو مش مركز، بنسى كتير، مش قادره اقوم من السرير، عندي مشاكل في كل جسمي، ده بسبب الاكل. لانه في مقوله كده بتقول يو ار وات يو ايت، اللي هو انت ما تاكل بالظبط كده. يعني انا اي حاجه بدخلها جسمي لو هي حاجه كويسه انا هلاقي ان انا صحتي تمام ومودي تمام وكل حاجه مظبوطه في جسمي، لو الحاجه دي وحشه هلاقي ان انا مش قادر ان انا اروح شغلي مظبوط، مش قادر ان انا اتعامل كويس، جسمي كل شويه بيتعب. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نخليهم يبقوا بياكلوا الاكل ده، انا ما منعهمش منه، بس هاي كنترول ساعتها الكميه. يعني انا هتحكم في الكميه وهتحكم في الفريكوينسي بتاع تكرار الاكل ده. ان انا مش هبقى كل يوم عمال باكل ده، لا ده انا ممكن مثلا مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، والاحسن ان انا ابتدي اخفف بقى. يعني لو بعمل مثلا بسمنه بحط 3 4 معالق، اخليهم معلقه معلقتين بالكتير. لازم يكون عندي ثقافه ان انا ما اتحرمش من الحاجه اللي انا نفسي فيها، بس في نفس الوقت اقلل الضرر بتاعها ده على قد ما اقدر. طب هل